ايه رأيك في الكلام ده؟ لا دول حبايبي، يعني انتوا جايبين ناس حبايبي، انا خفت والله من السؤال. لا طبعا، يعني دول من اقرب الناس ليا، اصدقائي، انا بحبهم جدا وبشكرهم طبعا على كلامهم الجميل ده. وأمح كان عايز يخش تاني النهارده معانا. أمح ده حبيبي، لا حاجه جميله شخصيه بصراحه، جميله وشخصيه بحبها جدا، وهو يعني ابيض ابيض خالص وخلي خالص. بالك انا عارف ان دعواته يعني وانتوا بتحبوا مستجاب. دايما مستجابه، وهو معظم لعيبه الكوره حتى الفريق اللعبه كلها فعلا اللعيبه بتحبه. كلها بتحبه يعني. طيب احمد، الملف الاحترافي شويه، وانت طلعت